بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم معنا في جولة جديدة من جولات استوديو الأبطال. النهاردة هننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة مباراة النادي الأهلي كرة السلة رجال الأهلي والاتحاد في صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. المباراة ستقام إن شاء الله في تمام الساعة 9:30، يعني بنتكلم في حوالي نصف ساعة من الآن. المباراة كانت المفروض الساعة 9 ولكن تم تأجيلها ليلة أمس نصف ساعة، يعني الاتحاد المصري أرسل خطاب بده للأندية. المباراة طبعا النهاردة ما بين الأول والتاني، مباراة النهاردة اللي هيفوز هينهي الدور الترتيبي في المركز الأول. أكيد ليها مميزات وليها عيوب، أكيد هنناقشها مع ضيوفي اللي منوريني في الاستوديو. برحب بكابتن طاهر رجب نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق. اهلا بيك يا كابتن طاهر. اهلا بحضرتك، منورنا وكل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب وبخير والقناه كلها بخير ان شاء الله. برحب بكابتن محمد سلعاوي نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق. اهلا بيك يا كابتن محمد وكل سنه وحضرتك طيب. اهلا يا كابتن هيثم وكل سنه وانتم طيبين والقناه بخير والنادي الاهلي طيب. خلينا قبل يعني ما نروح لضيوفنا ونتكلم عن مباراه النهارده ونعرف اهميتها ايه، لان الحقيقه المباراه ترتيبيه ولكن ليها تبعات قد يراها البعض بعد كده، يعني اول احسن ثاني احسن. بس خلينا استعرض الترتيب الدوري مع حضراتكم حتى اللحظه، ترتيب الدوري حتى اللحظه. المركز الاول الاتحاد الاسكندري برصيد 23 نقطه، المركز الثاني النادي الاهلي برصيد 22 نقطه، الزمالك في المركز الثالث برصيد 20 نقطه، سبورتنج في المركز 19 زي ما حضراتكم شايفين معانا على الشاشه، المركز الرابع سبورتنج برصيد 19 نقطه، المركز الخامس الجزيره برصيد 18 نقطه، وسموحه سادس برصيد 15 نقطه، والمصير للاتصالات برصيد 14 نقطه، وهليوبلس برصيد 13 نقطه. مباراه النهارده اللي هيفوز زي ما حضراتكم شايفين الفرق بيننا وبين الاتحاد السكندري نقطه واحده، بالرغم ان احنا كسبنا الاتحاد هناك، ولكن النادي الاهلي تلقى هزيمتين، تلقى هزيمه اولى من نادي زمالك وهزيمه اخرى او ثانيه من نادي سبورتنج في المباراه اللي فاتت، يمكن دي اللي حطتنا تحت نادي الاتحاد بفرق نقطه، ولكن الموضوع النهارده متروك لارض الملعب. هتفوز هتنهي الدور الترتيبي في المركز الاول. طب خلينا نشوف راي ضيوفنا. كابتن سلعاوي، ايه اهميه مباراه النهارده؟ شايف لو دخلنا في ناس تقول لك اول وتاني مش فارقه، كده كده انت متاهل وكده كده انت لازم هتكسب كل الفرق الجامده عشان تاخد البطوله، وفي حد بيقول لك لا اول عن تاني تفرق، راي حضرتك؟ طبعا انا رايي ان طبعا اول عن تاني يفرق، ورايي كمان ان دي بتمثل ان هي بين نادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري، ودي بطوله في حد ذاتها، المباراه بتبقى صعبه على الفرقتين. الاتحاد بما له من سمعه وسيطره فترات طويله، والاهلي بما له من سيطره في خلال السنتين ثلاثه، فطبعا ان النادي الاتحاد كسب المباراه الاولى فالنادي الاهلي عايز يسقط في المباراه الثانيه، فاعتقد ان المباراه هتبقى مباراه صعبه على الفريقين. والترتيب طبعا بيفرق، لان الاول بيلعب الثامن والثاني بيلعب السابع. المشكله مش في الاول بيلعب مين او الثاني بيلعب مين، بعد كده في الادوار الاول بيرتاح شويه، بيبقى عنده سكته بتبقى يعني اريح شويه، لكن طبعا البطل لازم يكسب جميع الفرق زي ما احنا عارفين وكده. لكن المباراه نتمناها تكون مباراه جيده، نتمناها ان اللعيبه تبدع حتى يبقى في يعني وجبه دسمه للجمهور يتفرجوا. المكسب والخساره ده توفيق يعني، ان شاء الله المكسب، وان شاء الله المكسب يبقى من حظ النادي الاهلي. اشكرك كابتن سلعاوي. خليني برضو انوه لحضراتكم اللي مش هيقدر يشوفنا النهارده على شاشه قناه النادي الاهلي، يقدر يشوفنا على صفحه النادي الاهلي على الفيسبوك او على قناه النادي الاهلي على اليوتيوب. يعني احنا ناقلين المباراه لايف على التلفزيون وايضا على ديجيتال، يعني اللي مش هيقدر يشوفنا هنا يقدر يشوفنا هنا، واحنا حريصين دايما كقناه النادي الاهلي ان احنا نوصل لجمهورنا في اينما كان وباي طريقه. كابتن طاهر، تتفق مع كابتن سلعاوي في اهميه المباراه ولا شايف ان دي يعني مش فارقه، خاصه ان احنا في المرتبط على فكره ما تاهلناش اول، احنا في المرتبط تاهلنا برده تاني على ما اتذكر، يعني ما دخلناش اول في المرتبط، يعني برده كان سكتنا صعبه، لعبنا الزمالك دور الثمانيه ولعبنا ايضا الاتحاد في قبل النهائي، انا فاكر كويس المرتبط وسموحه في النهائي، فكانت سكتنا صعبه. شايف تفرق ولا يعني تنضم لكابتن سلعاوي لها انها تفرق، وفي يعني مجموعه تقول لك لا ما تفرقش؟ يعني انا بختلف لحد مع كابتن سلعاوي في الموضوع ده، هو ان انا شايف ان هي ما تفرقش. نعم. لانك انت زي يمكن نوهت حضرتك ان المفروض ان انت تكسب كل الفرق عشان تحصل على البطوله. صحيح. والاهلي معودنا ان هو يكسب البطوله. يعني بصرف النظر اللي حصل حتى هو في المرتبط، ان انت اتغلبت مش اقل من 3 ماتشات في دور التمهيدي، ماتشين من سبورتنج
وبعد كده هو غلبت بالاتحاد في قبل النهائي، انما قدرت تحسم البطوله ليك وبعد ما كسبت الاتحاد في المباراه الثانيه وبعد ما كسبت سموحه، وكان الماتشين يعني بفارق، فمعناها انك انت لازم تكسب الفرق كلها. نعم. لان الاهلي لا يرضى الا بالمركز الاول او يعني. نعم. باستمرار الحمد لله السنتين اللي فاتوا معودنا على. فانا شايف ان انت سواء لعبت السابع سواء لعبت الثامن ايا ما يكون الفرقتين. نعم. فالموضوع ده مشوار لازم تاخده وهتكسب. عايز تكسب اكسب بدراعك. نعم. انا قلت ليه كده يا كابتن؟ لان نظرا لعدد الاصابات اللي في النادي في الفتره دي. نعم. نعم. طيب دي لقطات من ارض الملعب زي ما حضراتكم شايفين التسخين، واللي عايز يعرف القايمه ده طبعا لاست ابديت، حضراتكم شايفين ال 12 لاعب وهنقول اساميهم دلوقتي، دول اللي بيعملوا عمليه الاحماء هم دول ان شاء الله اللي هيشاركوا في ارضيه الملعب. بس خليني برضو استعرض مع حضراتكم، يمكن يعني بيتساءل بعض الساده المشاهدين، طب نتائج الاتحاد والاهلي السنه دي عملوا ايه يا كابتن سلعاوي؟ يعني برضو لازم يعني نعمل فلاش باك كده، عارف حضرتك ماتشات الباسكت كتير. وجمهور الباسكت يعني ما بيلحقش يتابع من دوري لمرتبط لبطوله عربيه، فالنهارده عايزين نعرف نتائج الماتشات بتاعه الفرقتين. الفرقتين كانوا لعبوا بعض السنه دي تقريبا اربع ماتشات، فقول لنا يا كابتن سلعاوي كده النتائج كانت ازاي؟ ربع نهائي البطوله العربيه الاهلي كان 82 والاتحاد السكندري 77، ادي اول مباراه. اول مباراه كانت في ربع النهائي البطوله العربيه دي اللي كانت ملعوبه في قطر صح؟ دي اللي كانت في الدوحه. تمام يا كابتن. بعدين في ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط الاتحاد السكندري اتغلب على الاهلي 75-61، ده في المباراه الاولى في المرتبط. تمام. المباراه الثانيه الاتحاد السكندري خسر من الاهلي 85-79، الاهلي فاز فرق 6 نقاط 85-79، يبقى كده 2-1 للاهلي. طب المباراه الثالثه بالجوله في الجوله السادسه في دوري السوبر الاهلي كان 84 والاتحاد السكندري 78. نعم. كده يعني 3-1 كده كده نتائج المباريات السنه دي، بنتكلم على السنه دي. 3-1. تعليقك يا كابتن طاهر؟ تعليق ان كونك ان انت تبقى تقدر تكسب نادي الاتحاد النادي القوي العتيد دوت تقريبا 3-1، يعني معناها ان انت ما زلت على القمه. نعم. وما زلت مسيطر، لان حتى انا كان ليا ملاحظه ان معظم ماتشاتنا في السنتين اللي فاتوا. نعم. المش مصيريه ممكن يحصل فيها حاجه من التجربه من الاصابات من الظروف، فما بتبقاش مؤثره. اما في المباريات المصيريه فالاهلي بيفوز. يعني بيكون فعلا مركز فيها تركيز كبير. نعم. وزي ما حضراتكم شايفين برضو يا كابتن، يعني دايما بنعلق ان مفيش جمهور، يعني دايما النادي الاهلي بيلتزم التزام كامل بعدم حضور الجماهير تطبيقا لقرار اتحاد السله باللعب بدون جمهور. طبعا احنا مش وقت ان احنا نقول احنا ضد ولا مع القرار بجمهور، احنا طبعا اكيد نتمنى ان احنا نكون في جمهور، ولكن وانس الاتحاد قال ان مفيش جمهور النادي الاهلي بالشكل المنظر اهو يا كابتن، يعني لازم ما تلاقيش تلاقي الصاله فاضيه. وبنكرر دايما مطالبنا يعني المتكرره ان احنا يا رب الملاعب اللي احنا بنروح نلعب فيها يا كابتن طاهر تلتزم بنفس الكلام. طيب كابتن طاهر استاذن حضرتك، خلينا نتكلم عن الضيوف الاول، نادي الاتحاد وقائمه الفريق، نشوف مين اللي هيلعبوا النهارده 12 لاعب ضيوفنا نبتدي بيهم. اتفضل يا كابتن طاهر. قائمة لعيبة الاتحاد السكندري النهاردة يوسف شحاتة رقم 3، هيثم كمال رقم 6، أحمد عادل دولة رقم 7، الأمريكي جوزيف إيمانويل رقم 8، محمد طه المشهور بميدو رقم 9، أنس أسامة رقم 10، باسم الليسي رقم 11، يوسف شوشة رقم 12، أحمد أبو العلا بيبو سنتر رقم 14، ياسر صالح رقم 20، علي محمد رقم 42، جاسر إكيكي رقم 91. إذن الاتحاد السكندري كامل العدد، الاتحاد السكندري
يعني غياب كامل للاصابات، اللعيبه كلها موجوده بكل صفوفه من اول الوحادي الاثنينات الثلاثات الاربعات الخمسات كلهم موجودين. اذا الاتحاد النهارده بيلعب يا كباتن بالقوه الضاربه لنادي الاتحاد. طيب خلينا نشوف النادي الاهلي النهارده مين اللي مشاركين فيه ومين ال 12 اللي تم الاختيار عليهم في وضع الحقيقه النادي الاهلي فيه صعب بكثره الاصابات. اتفضل يا كابتن سلام. عمر عزب عمر عزب رقم 3، ايهاب امين 4، مروان سرحان 6، سيف سمير 8، كيجو 10، كريم حاتم 11، احمد مهيب 14، محمد خيري 41 ده تحت 18 سنه، بلال حمدي تحت 20 سنه، عمرو الجندي وعمرو عماد وعمر طارق 55 وعمرو الجندي 5. نعم دول ال 12 لاعب. دول ال 12 لاعب يا كابتن بتهيألي نوعا ما خلينا نقول تاني قائمه النادي الاهلي زي ما تفضل طبعا كابتن محمد السلعاوي وذكرهم: عمر عزب، ايهاب امين، مروان سرحان، سيف سمير، كيجو، كريم حاتم، احمد مهيب، محمد خيري، بلال حمدي، عمرو الجندي، عمر عماد وعمر طارق. النهارده بنلعب بثلاثه من الناشئين من اصل 12، هنلعب تقريبا 25% من قوام الفريق. النهارده شايفين برضو عوده واستمرار وجود ايهاب امين بعد ما غاب، بعد ما رجع وغاب المباراه اللي فاتت ولكنه رجع تاني. سيف سمير موجود يعني نتمنى ان شاء الله نجيب فورمته. كريم حاتم يعني ان شاء الله فرقه الاهلي النهارده اكيد اللي موجود يقدر يسد. كابتن طاهر شايف النهارده ازاي؟ شايف تكافؤ الفرص ازاي؟ النهارده نادي الاتحاد كامل العدد، محترف تمام، كله تمام. النادي الاهلي النهارده بيغيب عنه عيسى المحترف الامريكي بتاعنا، بيغيب مؤمن خيري، بيغيب عمرو زهران، بيغيب ابو النصر، بيغيب يوسف المعداوي، بيغيب النهارده خمس لاعبين من قوم الفرقه. فالنهارده النادي الاهلي في موقف لا يحسد عليه، ولكن نادي الاتحاد النهارده كامل العدد. بس خليني قبل ما اسمع رايك كابتن طاهر خلينا نروح لارض الملعب زي ما عودناكم دايما بننقل لحضراتكم اجواء ما قبل المباراه، ونروح لسالة حامد زميلتنا العزيزه من ارض الملعب عشان تنقل لنا الاجواء وتغطي لنا لحظات ما قبل المباراه. اتفضل يا سالة. تحياتي ليك طبعا يا كابتن هيثم وكل ضيوفك الكرام وكابتننا طبعا الكبار في الاستوديو الكابتن محمد السلعاوي والكابتن طاهر رجب وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما حضرتك قلت طبعا يا كابتن هيثم حاليا متواجده داخل طبعا صاله النادي الاهلي، صاله امير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، عشان انقل لكم زي ما حضرتك قلت يمكن اخر اللحظات واخر الاستعدادات سواء لفريق النادي الاهلي او نادي الاتحاد السكندري قبل مواجهه اليوم طبعا مباراه الاهلي والاتحاد السكندري واللي هتكون الجوله ال 13 من ضمن طبعا يعني المرحله لمرحله الاياب، طبعا مرحله الذهاب والاياب الدور الثاني من بطوله دوري السوبر لكره السله رجال. طبعا خليني سريعا يا كابتن هيثم انقل لحضرتك الاجواء هنا. يمكن طبعا الاستعدادات بالنسبه للفرقتين كانت استعدادات بشكل طبيعي سواء لفريق النادي الاهلي او فريق النادي الاتحاد السكندري. يمكن طبعا الفريق النادي الاهلي تحت قياده مستر اوغستي بوش المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي، يمكن طبعا خليني اقول لك ان الفريق كان بيستعد بشكل طبيعي جدا امبارح، اتمرن هنا يعني داخل صاله امير عبد الله الفيصل بيستعد بشكل طبيعي. امبارح كانت اخر الاستعدادات واخر طبعا التدريبات بالنسبه لفريق النادي الاهلي. يمكن النهارده النادي الاهلي بيدخل المباراه يا كابتن هيثم وهو عنده العديد من الغيابات، يمكن زي ما حضرتك قلت طبعا قبل ما اكون مع حضرتك على الهواء مباشره، يمكن يعني من ضمن الغيابات اللي هتكون في صفوف فريق النادي الاهلي طبعا محمد ابو النصر، عمرو زهران، مؤمن طارق خيري، يوسف المعداوي، محمود وليد، وكمان محترف فريق النادي الاهلي عيسى ليونز. كمان يمكن النادي الاهلي هيدخل المباراه دي بدون محترف، يمكن طبعا نادي الاتحاد السكندري مع جوزيف ايمانويل محترف الامريكي طبعا مع الاتحاد السكندري هيكون متواجد في مباراه اليوم. كمان خليني يعني اطلع حضرتك يعني سريعا على ال 12 لاعب اللي هيكونوا في السكور شيت بالنسبه لفريق النادي الاهلي. يمكن طبعا بدايه مع عمر عزب، مصطفى كيجو، ايهاب امين، مروان سرحان، سيف سمير، عمر طارق، كريم حاتم، احمد مهيب، محمد طارق خيري، بلال حمدي، عمرو الجندي، وعمر كمال. ده بالنسبه لل 12 لاعب في سكور شيت للنادي الاهلي هيكونوا متواجدين في مباراه اليوم. كمان خليني اقول لك ان الاتحاد السكندري وطبعا تحت قياده المدير الفني احمد عمر يمكن امبارح وصلوا للقاهره، دخلوا في معسكر مغلق، يمكن تمرنوا الاول طبعا في مدينه الاسكندريه قبل ما يتجهوا للقاهره للدخول في معسكر مغلق. كمان كان في محاضره فيديو ميتنج مع الكابتن احمد عمر وجميع اللاعبين، وايضا مستر اوغستي بوش كان عنده امبارح فيديو ميتنج، مش النهارده، كان امبارح في فيديو ميتنج ما بينه وما بين طبعا اللاعبين
اللاعبين بتكلم فيها على طبعا اهم النقاط اللي هتكون موجوده في مباراه اليوم، وبالاخص طبعا اداء نادي الاتحاد السكندري في المباريات الماضيه. يمكن كمان خليني اقول لحضرتك ان نادي الاتحاد السكندري يمكن طبعا معاه 14 لاعب وهيغيب بس 2 لاعيبه طبعا لرؤيه فنيه، وهم عمر جابر وعبد الرحمن خالد، ولكن بقيه اللاعبين هيكونوا متواجدين بشكل طبيعي بدون اصابات. نادي الاتحاد السكندري هيكون النهارده معاه او يدخل المباراه بيوسف شحاته، هيثم كمال، احمد عادل، انس اسامه، وجوزيف ايمانويل طبعا المحترف الامريكي، ميدو طه، باسم الليسي، يوسف شوشه، احمد ابو العلا، ياسر صالح، علي محمد، وجاسر الكيكي. طبعا دول 12 لاعب ايضا اللي هيكونوا في صفوف فريق نادي الاتحاد السكندري. كمان خليني افكر الساده المشاهدين يا كابتن هيثم، النادي الاهلي يمكن بعد طبعا مباراه سبورتنج المباراه الماضيه، يمكن النادي الاهلي حاليا هو في المركز الثاني برصيد 22 نقطه، اما الاتحاد السكندري هو يعني في المركز الاول برصيد 23 نقطة. يمكن طبعا دي مرحلة يعني مباراة الذهاب أو الإياب، يمكن طبعا زي ما احنا عارفين يمكن مباراة النهاردة أو الفوز في مباراة النهاردة، ويمكن دي المباراة اللي قبل الأخيرة إن شاء الله، يعني المباراة القادمة هتكون مع نادي سموحة، يمكن دي آخر مباراة اللي هتقام يوم الخميس في مدينة الإسكندرية. يمكن طبعا دي كل المباريات يمكن اللي بتخلي النادي الأهلي يحافظ يمكن على صدارته أو إن هو يحافظ على المركز الأول، ولكن طبعا يمكن المباريات القادمة من بعد مرحلة الذهاب والإياب هي المباريات هتكون الأصعب والأهم بالنسبة لفريق النادي الأهلي. يمكن كمان خليني أقول لحضرتك إن الأجواء هنا يمكن الصالة خالية من الجماهير، ما فيش جماهير خالص يا كابتن هيثم بالنسبة لنادي الأهلي أو نادي اتحاد السكندري، يمكن بس يعني الحضور مقتصر على البعض في المقصورة الرئيسية داخل الصالة. يمكن لحد الآن يمكن اللي حضر من المجلس إدارة النادي الأهلي وهو المهندس خالد المرتجي أمين الصندوق، يمكن حضر لحد دلوقتي، ولكن إن شاء الله مع اقتراب موعد المباراة يمكن يحضر أكتر طبعا من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي لمشاهدة مباراة اليوم النهاردة إن شاء الله. يعني يا كابتن هيثم نكون مع حضرتك بعد يعني المباراة، وإن شاء الله النهاردة الفوز يكون من نصيب فريق النادي الأهلي. طبعا أنا معك يا كابتن هيثم لو في أي سؤال، والآن نعود مرة أخرى للاستوديو طبعا يتكلم عليك. تفضل. سلا بشكرك شكرا جزيلا، غطيتي كل النقاط الحقيقة اللي كنا محتاجين نعرفها قبل المباراة، بشكرك شكرا جزيلا. اللي عايز أقوله كمان زي ما حضراتكم شفتوا سلا قالت 6 مصابين في قائمة النادي الأهلي، طبعا عيسى اليونز لاعبنا المحترف، عندنا طبعا مؤمن خيري، عمرو زهران، يوسف المعداوي، محمد ابو النصر، محمود وليد، في لعيبه منهم هتلحق وترجع، يعني يمكن ابو النصر ممكن يرجع يلحق يرجع، محمود وليد ممكن يرجع يلحق يرجع، عيسى ممكن يلحق بس في الاواخر، انما ومؤمن كمان ممكن، ولكن النهارده عمرو زهران بيتاهل من رباط صليبي بعيد شويه، يوسف المعداوي عنده قطع في الخلفيه كابتن سلعاوي، فالنهارده ده برده ممكن تاخد وقت طويل، ولكن يعني في 2 حالتهم يعني سريع ممكن يرجعوا، في 2 هيبقوا وسط، وفي 2 هيبقوا حالتهم ممكن ما لحقوش الموسم. طب مين حكام المباراه؟ حكام المباراه النهارده كابتن اسلام وحيد ومحمود جمال واحمد الجزار، دول ثلاثي حكام ارض الملعب. انتوا عارفين حضراتكم انه في كره السله بيكون في 3 حكام موجودين في الميدان، هم اسلام وحيد ومحمد جمال واحمد الجزار، وطبعا الحكام مش باختصاصات، يعني ما فيش زي كره القدم لاين مان مثلا وحكم ملعب، لا هم الثلاثة ليهم كل الاختصاصات، واللي بيشوف حاجة بيصفرها وبيحسبها بدون الانتظار من الحكمين التانيين، فطبعا ده بيبقى أكتر يعني مراقبة جيدة لكل عناصر اللعبة أو كل اللاعبين في أرض الملعب. زي ما حضراتكم شايفين وأكدت سلا حامد، خلو أرض الملعب من الجماهير التزاما بقرار اتحاد كرة السلة بأن المباراة بدون جمهور. كابتن سلعاوي، المباراة بلا شك صعبة. صعب. بلا شك صعب على الفريقين، يمكن اكتر على النادي الاهلي، لان النهارده النادي الاهلي عنده مشكله دفاعيه كبيره بيعاني منها من بعد اصابه عمرو زهران وابو النصر، خاصه في الدفاع على اللاعب المحترف. شايف المباراه النهارده ازاي، وايه اللي ممكن يعوض الغيابات دي في النادي الاهلي؟ هو انا شايف ان طبعا عمرو وابو النصر كانوا بيمثلوا يعني بمثابه نقطه او ثقل في الدفاع بتاع، حيث انه كانوا بيتولوا مسؤوليه اللاعب الاجنبي في اي فريق، بدل ما يحط 30 بونت بيحط له 10 15. 10 15 هو مدي لك 15 بونت قبل تلعب، زائد ان هم يعني كانوا شباب، يعني انا اقول باور، فبيدي باور للفرقه نفسها. لكن اعتقد المباراه تبقى صعبه بالنسبه للفريقين، صعبه للاتحاد كمان يا كابتن. اعتقد لان طبعا انت دلوقتي النتائج على الورق والقلم 3-1. نعم، بس كنا كاملين، واخد بالك، خلينا اقول دايما الراي وراي الاخر، يعني واخد بالك يعني انت ازاي كنت كاملين ولا النادي الاهلي بمن حضر؟ الاهلي انا اعتقد ان برضو انت بتلعب على ارضك، والاهلي بمن حضر، وان شاء الله ممكن
يبقى في المباراة تصعب في بعض الأوقات، لكن إن شاء الله في الآخر تنتهي لصالح لصالح النادي. لكن الاتحاد السكندري فريق كبير وله باع في منذ فترة في كرة السلة يعني، وإن طبعا هو حريص جدا على البطولة زي ما الأهلي حريص على البطولة. كابتن طاهر، المباراة تتفق مع كابتن سلاوي إنها صعبة على الفرقتين، وهل يعني سؤالي برضو اللي سألته كابتن سلاوي، شايف المباراة أصعب على مين، على الأهلي ولا الاتحاد؟ لا هي أصعب يعني بنسبة أكثر على الأهلي، وذلك يعني لتعدد الإصابات، وزي ما ذكرت المهم النقطة المهمة إنك أنت في الدفاع عندك اثنين أقوى مدافعين في النادي الأهلي مصابين، أبو النصر وعلى عموم مصر الاثنين دول بيعرفوا يدافعوا على الأجنبي كويس على المحترف. ده 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 أكيد. وعندنا كمان هي المشكلة كمان معظمها في الجردات اللي هم بيلعبوا بره، اللعيبة اللي بتلعب بره. إنما الاتحاد عنده نقص إحنا لما نذكره اللي هو مصطفى فودة اللي راح إعارة أو احتراف في نادي السد القطري ست شهور. فطبعا مصطفى فودة له تقل جامد وفي في بس دي كانت رغبه اللاعب، انا سمعت انها كانت رغبه فودة انه يروح. ما يعني انا بتكلم على الواقع مدى، مدى اهميته بالنسبه للاتحاد السكندري في ماتش زي اللي موجود. بس اعتقد ان هيبقى زي ما ذكرنا ان المساله مش هتفرق كتير بين الاول والثاني، ده حسب رايي انا. إيه ان الفرقتين هيلعبوا باسكت، ما يبقاش في توتر ويمتعونا بالباسكت، لان طبعا هي المساله قبل كل حاجه مساله فنيه بحته، انك انت تتفرج على باسكت يكون مؤثر لمنتخب مصر في المحافل الدوليه، ودول لعيبه مصر في الفرقتين يمكن 60-70% من المنتخب هتلاقيه من الفرقتين. خليني بس اشير لحاجه يعني بتحليل للارقام زي ما عودنا حضراتكم، لو شفنا نتائج النادي الاهلي في الدور الاول من او الدور الترتيب، احنا في الدور الثاني الدور الاول، هتلاقي لو جبنا اخر ماتشين كان الاتحاد السكندري والاهلي، الاهلي كسب الاتحاد في اسكندريه 84-78، يعني نادي الاهلي دايما بيخش فيه او اللي بيتسجل في النادي الاهلي بتلاقيه في السبعينات والستينات. لو شفنا الجولة السابعة كانت مع سموحة، الأهلي فاز 74-58، يعني احنا بنتكلم دايما النادي الأهلي دفاعاته ما بتسمحش أي فريق يعدي 78 ممكن 75 ممكن. طيب بصوا بقى من أول الجولة الثانية بعد ما بدأت تظهر الإصابات ونشوف النادي الأهلي بيسجل إيه وبيخش في إيه. هنلاقي مثلا النادي الأهلي بيلعب هليوبلس، كان بيلعب الماتش ده في الشروق، والأهلي كسب 83-79. الهليوبلس يعني تسجيلها مش عالي النهارده، الهيبلس لما تجيب فيك 79 بونت هنا بدات الازمه تبان الدفاعيه عندنا بسبب الغيابات. عندك الجوله التاسعه الزمالك حط فيك 110 نقطه، ده ما فيش اكسترا تايم، ده 110 نقطه في الوقت الاصلي بس يا كباتن. 110 نقطه النادي الاهلي حط 99، النادي الاهلي حاطط معدل تهديفي عالي ولكن دخل فيه 110. النهارده الجوله العاشره كانت المصريه اتصالات، المصريه اتصالات الاهلي حط 67، المصريه اتصالات حط 52، ده كان المعدل الطبيعي للنادي الاهلي. طب حصل ايه بعديه؟ لعبنا الجزيرة 187، الجزيرة عدت معاك ال 85 نقطة. الجولة الأخيرة مع سبورتنج، سبورتنج حط فيك 92 نقطة. فالنهاردة النادي الأهلي زي ما أكد وأكد ضيوفي طبعا مشكورين، إن النادي الأهلي عنده مشكلة في الإصابات واللي أثرت بشكل كبير على الإصابات. طيب هل يا كابتن السؤال ده بقى، النهاردة الإصابات ممكن تكون عامل فاكتور من الفاكتورز اللي أثرت على الدفاع، ولكن النهاردة التناغم، ما هو الدفاع ده جماعي مش فردي بس، زي ما الهجوم جماعي فالنهارده لما بلاقي دفاع جماعي وعندي عناصر اساسيه كانت بتلعب معايا واخدين على بعض بقالنا 3 4 5 سنين، فالنهارده لما باجي اعمل ريبليس للعيبه دي بلعيبه ناشئين بتبقى لسه مش واخده على الهارموني ولا الدفاعيا ولا يعني التحركات الدفاعيه مش مع بعض. ده ممكن يكون مبرر كمان ان احنا لسه ما خدناش على بعض قوي مع اللعيبه الصغيرين اللي بيدفع بيهم مستر اجوستي. اعتقد ان كلام مظبوط 100%، بس انا يعني ليا وجهه نظر بسيطه كده، ان اللعيب الصغير ده دي فرصته ان هو وان فرصته ان يظهر للمدرب ان انت اخترتني صح، انا فعلا استاهل ان اكون حضرتك، ان انت الفرصه جات لك فالفرصه دي لازم هو يثبت
وجوده، ولازم هو يتناغم بسرعه مع الفرقه، لان بس هي في حاجات ليها وقت يا كابتن. يعني ضرب يعني برضو انا عايز اقول ان في حاجات انت لو عايز تعملها برضو بتاخد وقتها، ولا ايه رايك؟ بتاخد وقت اوكي. يعني 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 برضو يعني قبل ما نطلع للمباراه عايز اسمع راي حضرتك وتعقيبك زي كابتن سلعه وكده، هل لسه التناغم يعني ما جاش للفرقه بالدفع بالاجانب باللعيبه صغيره؟ لا هو يعني انا شايف ان من متابعه التمارين ان في يعني هارموني في الدفاع، وخاصه لما بيلعبوا دفاع منطقه. نعم صحيح. انما المستويات العاليه دي احنا تعودنا في كره السله على ان معظم الدفاعات المهمه بالنسبه لنا هي المان تو مان، لانك انت بيبقى عندك محترف يحط مسؤوليات واضحه. ايوه مسؤوليات واضحه، فانت بتبقى محتاج لعيب زي عمرو زهران او زي ابو النصر عشان يمسك لك المحترف زي ما حضرتك ذكرت. فبالتالي مساله المان تو مان دي مهمه جدا. فلما لعيب عنده النزعه الدفاعيه القويه دي ويغيب عنك ويغيبوا اتنين، دي هي اللي بتاثر على الدفاع اكتر من التجانس اللي وصلت فكره حضرتك كابتن طاهر. انا خليني يعني خلينا شايف لحظات يا كابتن، استاذنك كابتن طاهر كابتن سلعه، ولا شايف لحظات خلاص يعني دي عمليه الاحماء النهائيه بقى خلاص، انت بايه اللعيبه بتاخد سرعتها في الملعب عشان خلاص تبتدي المباراه. مستر اجوستي خلاص قاعد في مكانه، كابتن احمد عمر في الناحيه الثانيه، المدير الفني خلاص كله خد مواقعه بيستعد للمباراه. طيب خلينا نروح لصاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره، وده الملعب اللي بيلعب عليه النادي الاهلي مبارياته عشان يلا حضراتكم احداث المباراه الفتره الاولى والثانيه، ونقابلكم بين بعد الفتره الثانيه كمان عشان نحلل الفترتين. خلينا نروح لارض الملعب ومعلقنا الكابتن احمد مناع عشان نقل لحضراتكم احداث الفتره الاولى والثانيه، فالى هناك. شكرا للزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد وشكرا